بيكم في قناة إيميوم. كل سنة وانتم طيبين، المدارس على الأبواب. النهاردة هقدم لكم 10 أفكار مختلفة لللانش بوكس، وإزاي نعمل لانش بوكس لولادنا يكون متوازن وفيه العناصر اللي هم محتاجينها. يلا بينا نبدأ. أول لانش بوكس هيكون محتوى التقليدي اللي متعودين عليه. هستخدم عيش فينو وحشي جبنة بيضة وخس. بالنسبة للفاكهة هستخدم بلح وتمر متقطعين أنصاف. والخضار هيكون شرايح جزر وجزر متقطع على شكل وردة عشان الولاد بيحبوا الدلع ده وبيشجعهم على الأكل. وعندي كمان شرايح زيتون، وهحط معاهم باكو من بسكوت الشوفان كحاجة مسكرة. تاني لانش بوكس هستخدم عيش التورتيلا او ممكن العيش اللبناني، وهحط عليه شرايح من الجبنة الشيدر وشرايح لانشون. ممكن نستخدم لانشون بيتي لو حابين يكون صحي اكتر. وبعدين هلفه بالشكل ده، وهجيب خلة وادخلها فيه بالطريقة دي. واقسمه اجزاء صغيرة بالسكينة. والجزء اللي يكون مش مقفل كويس افك الخلة واحطها بالطريقة الصح. واحط علبة واملاها زبادي. وزينها برشة سبرينكلز. الخضار احط شرايح خيار على شكل وردة. والفاكهة شرايح مانجا على شكل وردة كمان. واحط بسكوت بالعجوة، هو الحاجة الحلوة اللي عندي. نيجي لتالت لانش بوكس. هحط قطعتين من فطاير اللحمة المفرومة بالخضار. هنزل لكم فيديو بالطريقة بتاعتها، واسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف او من علامة الاي فوق. الفاكهة هتكون شرايح تفاح، انقعها قبلها في مية بليمون علشان ما تسودش. والخضار شيري توميتوز. والحاجة الحلوة هنا هي ام. وهضيف علبة جبنة كيري كعنصر للكالسيوم. لانش بوكس الرابع هو اكيد اكتر لانش بوكس الولاد بيحبوه، عشان هيكون فيه ساندويتش نوتيلا.
وهستخدم قطاعة على شكل ديناصور أقطع بيها الساندوتش. واطبع عليها الشكل بتاعه كده. وهحط معاه خس وزيتون وكيوي متقطع بالشكل ده عشان يبقى لايق مع الديناصور. وكمان شوية رمان. والسناك هيكون فشار. اللانش بوكس رقم 5 هستخدم مخبوزات محشية تونة وخضار، هسيب لكم الرابط بتاعها برضو. وهحط معاها شرايح بلح وشرايح خيار وجزر وشوية من فيتنس سناكس. وشوكولاتة كندر بالحليب، بس بلاش في الحر ده نحط شوكولاتة، نخليها في أيام الجو الحلو. اللانش بوكس رقم 6 هيكون برعاية العسل. أعمل سندويتش زبدة فول سوداني بالعسل. وقطعه بقطعه مدورة كبيرة وأحطه دقيقتين في الوافل ميكر عشان ياخد شكل الخلية ده. وأضيف معاه موزة بقشرتها عشان ما تسودش. الخضار هيكون شرايح جزر وشوية من بيك رولز. والكالسيوم قطعتين من الجبنة مربعات. نيجي لللانش بوكس رقم 7، هحط فيه كراكرز انا عاملاها، وبرضه هسيب لكم الرابط بتاع الطريقه والمكونات. واحط معاه علبه من الجبنه الكيري عشان يتغمس فيها.
الخضار هيكون شرايح جزر على شكل قلب، والفاكهة شرايح كيوي على شكل قلب، وأحط معاهم علبة عصير ومارشميلو. اللانش بوكس رقم 8 هحط قطعتين من البانكيك رسمت عليهم سمايل فيس بالشوكولاتة، وكمان هسيب لكم الرابط لطريقة عمل البانكيك بالعسل. والخضار هيكون صوابع فلفل ألوان، الفاكهة عنب أخضر نباتي وعنب أحمر، وأحط معاهم أفضل المكسرات، ودي إزازة لبن عليها معلقة كاكاو ومتحلية بالعسل. اللانش بوكس رقم 9 هستخدم فيه كب كيك الشوكولاتة بالعسل، صحي وبدون سكر، كمان هنزل لكم طريقته. وأحط معاه علبة زبادي، وصوابع خيار، وتفاح متقطع على شكل تفاحة ومنقوع في مية بليمون، والسناكس عندي بريتزلز اخر لانش بوكس معانا. هستخدم توست وادهنه جبنة كريمي، وألفه وأقفله بخلة بالشكل ده. وأحط معاه عنب محطوط في خلة كمان، والخضار هيكون فلفل ألوان متقطع على شكل وردة، وأحط كمان كيوي متقطع على شكل وردة، وشوية سوداني بالشوكولاتة، وإزازة لبن محلي بالعسل. لو حبيتوا الأفكار وحبيتوا فيديو النهاردة، ياريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة.